تبادل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئه بمناسبه حلول العام الهجري الجديد مع اخوانه اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول الخليجيه والعربيه والاسلاميه الشقيقه والصديقه اعرب جلالته وايده الله فيها عن اطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلدانهم وشعوبهم بوافر الخير واليمن والبركات